يقوم رئيس الدبلوماسية الجابونية باكوم مومبيدي بوبيا بزيارة رسمية للمغرب. استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط. وأكد وزير الخارجية الجابونية أن بلاده تعتزم تنظيم العديد من الفعاليات بمدينة العيون لتأكيد حضورها في هذا الجزء من التراب المغربي. وأوضح الدبلوماسي الجابوني خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه تم تنظيم هذه الفعاليات جمهورية الجابون من خلالها تأكيد دعمها لمغربية الصحراء.